اعزائي المشاهدين، اهلا بكم من حلقه جديده من برنامج نائب في الميزان. الحقيقه مشرفانا النهارده سياده النائبه ناديه هنري عضو مجلس النواب وعضو اللجنه الاقتصاديه بالمجلس. سياده النائبه مشرفانا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الحقيقه يعني الملفات حضرتك اللي حضرتك مهتمه بيها والمصريين بالخارج ومناهضه العنف ضد المراه، وانا الحقيقه عايز ابدا بالملف ده لان الملف ده مهم جدا، اللي هو انتهاك كرامه المصريين في الخارج. كان لك تعليق مهم جدا ورد على النائبه صفاء الهاشمي. بالظبط كده، احنا في مرحلة من مراحلنا حاليا واحنا بننهض باقتصادنا المصري، فبنستعيد الى حماية كل المواطنين المصريين خارج مصر. وحضرتك شايف انه معالي الرئيس مهتم جدا دايما باستقبال اولادنا المصريين بالخارج، بعمل لقاءات زي لسه قريب خالص كان مؤتمر الشباب العالمي، لانه هو متوجه إلى بناء الجسور والعودة إلى الجذور. العودة إلى الجذور، العودة إلى الشخصية المصرية، العودة إلى الجذور، العودة إلى الهوية المصرية، العودة إلى الجذور تبين مصر على حقيقتها، اللي هي مصر مصدرة الحضارة، مصدرة كل مفاهيم الإنسانية والإنسان. فبالتالي مصر عشان تستعيد ده كله لازم نكون داعمين لحق أولادنا في الخارج، متابعين لكل ما يحدث لهم من عثرات، من تعرض لانتهاكات، من مشاكل قد تكون، إلى كمان دايما معالي الوزيرة النبيلة قايمة بدور رائع جدا مع المصريين بالخارج من خلال بعض الشركات المصرية هنا، وهي العمل على توصيل الهوية المصرية للطفل والشباب المصريين بالخارج اللي هم ما عرفوش كتير قوي عن بلدهم. بتعمل لقاءات مستمره معاهم، بتتكلم يعني ايه مصر، بتتكلم مصر في التاريخ، بتتكلم مصر في الجغرافيا، بتتكلم مصر ما قامت به وما تقوم به في المنطقه وفي العالم من بث السلام في المنطقه. وده دورنا كلنا ان احنا نكون فعلا واعيين، مصريين خارج مصر ومصريين داخل مصر. الحقيقه ست نائبه ده ملف كان يعني ما حدش كان بيتكلم فيه، وكان المصريين بيتعرضوا لانتهاكات كبيره جدا، لكن اللي احنا فيه النهارده دي نقله كبيره جدا في علاقه المواطن والمسؤول المصري بابن البلد اللي موجود خارج البلد. دي نقله كبيره جدا حصلت في الاونه اللي احنا فيها ديت، وكويس جدا ان يبقى عندنا حد مواطن في اي دوله بيحصل له اي حاجه تلاقي الدوله كلها بتتحرك معاه، وده ما كانش بيحصل. بالظبط. انت شايف ان حضرتك احنا اتحركنا في الملف ده وقطعنا فيه شوط كبير جدا، وايه اللي المفروض نكمل عليه؟ احنا قطعنا شوط وهم كمان قطعوا معانا شوط. يعني المصريين بالخارج احنا في وقت ازمتنا كانوا خير يعني خير الناس، يعني الناس حست ان الدوله واقفه معاها في ظهرها. بالظبط. فتفاعلت معاها، فتفاعلت مع الدوله المصريه، وتفاعلت مع ثوره 30 يونيو، وتفاعلوا مع كل انتخاباتنا. ورغم كل الصعاب اللي ممكن، احنا مش بنتكلم عن المصريين اللي في منطقه الخليج، بنتكلم عن المصريين في اوروبا وفي امريكا وفي كل الاماكن اللي كانوا بيوصلوا بينزلوا للانتخابات في لجانهم دعما للدوله المصريه. وبالتالي الدولة المصرية في نهضتها وفي استعادة مكانتها بترجع تاني ترد جزء من حق هؤلاء المصريين انها تكفل حقهم. هنا بنتكلم عن خطوات كتيرة قوي اتعملت من جهة الرئيس، خطوات كتيرة قوي اتعملت من معالي الوزيرة وزيرة الهجرة، خطوات كتيرة قوي بتتعمل من وزارة الخارجية، ولكن يبقى هناك الاحتياج إلى المزيد والمزيد والمزيد، سواء في إقامة الجسور بيننا وبينهم أو في دعمهم وفي كفالة حقوقهم، بأن يكون هناك، وده طلب من خلالك بطلبه لمعالي الوزير وزير الخارجية، أن كل سفارة في كل دولة مصرية، سفارة مصرية تكون هناك بتعمل شراكة أو بتعين شركة في المحاماه هناك. المحاماه بيبقى عباره عن مكاتب وشركات، تتعاقد معها، تتعاقد مع هذا المكتب لتولي كل قضايا ومشاكل المصريين بالخارج. وده على فكره، وده على فكره موجود في معظم السفارات يا معلم، موجود الجانب القانوني، لكن التعاقد مع شركات ومحامين هناك تتكفل بالدفاع عن درايه بالقانون المحلي للدوله، وعندهم درايه بالقوانين الدوليه،
عندهم دراية بالقوانين المصرية، فبالتالي بيبقى قادر يقف فعلا. ان هو في كتير قوي من يعني الخط الساخن اللي عملته الوزيرة نبيلة يعني الحقيقة تشكر عليه، لأنه شغال باستمرار بالاتصال لما بيحصل أي انتهاك أو قصور في التعامل بطريقة لا تليق كمصري. بص، كرامة الوطن من كرامة المصري خارج، وإحنا كلنا ورا رئيسنا في النقطة دي، لأنه دائما وأبدا يتكلم عن كرامة المصري واستعادة الهوية المصرية. وبالتالي إحنا المطلب ده أن يكون هناك من ينوب عن أي مواطن مصري يتعرض للانتهاك، يتعرض لمشكلة قضائية، أن يكون هناك مكتب تكفله الدولة المصرية، مكتب للمحاماة نيابة عنه يتعامل مع القضاء هناك حتى يصل الحق للمستحقين. كلام حضرتك مهم جدا يا سيادة النائبة، وده بيخلق نوع كبير جدا من الإحساس والانتماء بالوطنية لدى الناس، وده كمان له عائد اقتصادي على البلد. ازاي بقى للناس دي لما تحس تلاقي دولتها في ظهرها، فيهم ناس علماء حققوا نجاحات كبيرة جدا في المجالات اللي هم شغالين فيها، ساعتها الناس دي مش هتستخسر في بلدها انها تبقى موجودة. هم ما فيش كمان سواء ده لو بيحصلش، الناس دي احنا شفنا ناس منهم وطنية كتير جدا جات البلد وقدمت خبراتها للبلد. كمان لما تحس ان البلد واقفة في ظهر الناس دي، احنا هنبقى عندنا في كل الدول الاوروبية والدول الخليج عندنا علماء نابغين جدا من المصريين موجودين في الدول دي. لما نتواصل بالشكل ده الناس دي هتقف مع بلدها، وهم واقفين بالفعل مع بلدهم. سيادتك ليكي فيديو مهم جدا بترد فيه بشكل قوي جدا على النائبة صفاء الهاشمي وعلى كرامة المصريين بالخارج. استسمح حضرتك نشوفه ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. أتوجه بالتحية والتقدير لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، وإلى الشخصيات والقامات السياسية والفكرية والدينية الذين أعلنوا رفضهم لتصريحات النائبة، حيث طالب البعض منهم باستجوابها. نوجه الشكر والتقدير للوزيرة نبيلة لدفاعها عن كرامة المصريين بالخارج، حيث إن ما قامت به معالي الوزيرة نبيلة هو تنفيذ للقانون والدستور، والذي ينص على تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحماية وكفالة حقوقهم. أشجب أنا نادية هنري عضو مجلس النواب المصري التصريحات الغير مسؤولة من قبل النائبة الكويتية، حيث تحدثت فيه عن الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة المصريين بالخارج بشكل غير لائق حول واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية في الكويت. نشير إلى ما سبق وقاله السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن العلاقات الخاصة التي تربط الكويت بمصر. مصر هي قلب ورئة الجسم العربي، متى ما تنفست انتعش الجسم العربي، ومتى ما اختنقت اختل الجسم العربي. كما نؤكد وباعتباري عضوا بمجلس النواب المصري احترامنا للكويت قيادة وشعبا، ما قدمته مصر كشقيقة كبرى لشقيقتها الصغرى الكويت منذ القرن الماضي في كل الميادين التعليمية والدينية والثقافية والتشريعية والعسكرية لا يمكن أن ينسى. لذا أدعو مجلس الأمة الكويتي الذي يضم نوابا يقدرون مسؤولياتهم في الحفاظ على العلاقات الوطيدة بين الشعبين بضرورة التصدي لهذه التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها النائبة صفاء الهاشمي. أحب أن أنظر نظرة استراتيجية أبعد من الموقف. إن ما حدث له عدة دلالات هامة. أولاً، هي بداية النهاية للتدهور الذي حدث لمكانة المصريين بالخارج نتيجة للضعف الداخلي سواء للحكومات السابقة أو للاقتصاد. ونحن ننهض بالاقتصاد المصري. يجب أيضا أن تنتهي هذه النظرة الاستعلائية على المصريين. ثانيا،
التدخل الإيجابي للحكومة الحالية لحماية المصري في كل مكان مثل أي دولة محترمة. فكرامة المصري هي من كرامة الوطن والحكومة. ثالثاً، هذه المواقف سوف تضع الملامح الجديدة لكرامة ووضع المصري في كل مكان، وهي رسالة لمن اعتاد على هذا الوضع القبيح. كرامة المصري من كرامة الوطن والحكومة، ده كلام مهم جدا، وحضرتك استعملت عبارات قوية جدا ويعني راقية جدا كمان. كان مهم ان حضرتك تتكلمي الكلام ده. طبعا هو ما قيل من قبل النائبة صفاء الهاشمي كان قاسي تجاه مصر والمصريين وتجاه وزيرة المصريين الدكتورة نبيلة مكر. فبالتالي كان هناك يجب أن يكون رد برلماني لبرلمانية، خصوصا أنه سبق ردي كثير من المفكرين والسياسيين اللي اعترضوا اعتراض على ما قالته هذه النائبة، خصوصا انها اشارت انه ان كنتم نسيتوا هات الدفاتر في الطرق. فكان هنا بالتالي هي فكره انه لا، احنا يا جماعه بنحب الشعب الكويتي وبنحترم الشعب الكويتي قياده وشعبا، ودي حقيقه، وبنحب كل الدول الجوار. وفي السياسه الحاليه والرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي له اسلوب آخر خالص في بناء العلاقات حتى مع المختلف معنا سياسيا. فإحنا بنبني علاقات بتبنى على احترام الإنسان ولا تبنى على أفعاله. يعني ممكن تكون هناك أفعال لا تليق، لكن إحنا بنحترم الإنسانية وبنحترم الإنسان وبنسعى إلى دائما التفاوض، وبنسعى دائما إلى التكامل، وبنسعى دائما إلى الشراكة بيننا وبينهم مع بعض. وده لاحظناه في حاجات كتير قوي على مدار السنين اللي فاضت في اثناء الاداره السياسيه الجديده. فبالتالي احنا يعني وتدخل الحادثه اللي تمت من انتهاك للمواطنه المصريه، تدخل الوزيره نبيله كان بمنتهى الحرص على الحفاظ على العلاقات الوثيقة. بنحترم القضاء وبنحترم العدالة. بالظبط. فكان يعني ما قيل من قبل النائبة صفاء الهاشمي كان يحتاج إلى رد هادي مقنع بيحط الحقائق في مش أول بها. مش أول مرة تتجاوز يا ست النائبة ضد مصر، يعني هي دايما حتى يعني في كل تعليقاتها وفيديوهاتها دائما يعني بتحاول تعمل شرخ بين الشعبين، لكن الشعب المصري بصراحة كان له رد اخر وراي اخر في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني زي ما تقول كده يعني رد بكل قوه. وشفنا بقى الغريب في ثقافه الشعب المصري واحترام الشعب المصري للشعب الكويتي والقيادات الشعب الكويتي كمان. شفنا رد رئيس المجلس الكويتي، شفنا الناس لما قرت الرد وسمعت الرد بتاع رئيس المجلس الكويتي الناس اتعاطفت وردت ونسيت صفاء الهاشمي خالص وقالت لا احنا مش هنعلق علاقتنا بفرض بيتكلم بالشكل ده. يعني ثقافة المصريين بتبان في المواقف اللي زي دي. ما عشان كده برجع هقول لحضرتك انه المصري شخصيته هويته قوية جدا، ومهما يتعرض لبعض الصعوبات لكنه قادر انه يستعيد مكانته مرة اخرى. والرسالة اللي انا احب اقولها لكل مصري خارج البلاد، انت سفير لبلادك بره مصر، فكلنا معاك وبيك نقدر ترجع مصر تاني قادرة على انها تقود المنطقة بكل سلاسة وفعلا ترسل رسالة السلام، لان احنا المنطقة كلها حوالينا فيها حالة من حالات الصراع اللي احنا بالسياسة بتاعتنا القوية بنحاول ان احنا ما بنخشش في الصراعات، ودايما نحترم الشعوب ونحترم حرية الشعوب في اختياراتها. فبالتالي احنا كشعب بيهمنا جدا جدا بقاء العلاقات الوطيدة
بيننا وبينهم والشراكة دايما ومساندة بعضنا البعض. وده اللي عملناه. وشفنا معالي النائبة الشعب المصري في ردوده، الشعب فاصل بين علاقة الشعب المصري بالشعب الكويتي وبين رد صفاء الهاشمي. يعني ما شفناش حتى التعليقات بتتجاوز مع ضد الشعب الكويتي. طبعا. انا عايز ادخل في ملف مهم جدا، وحضرتك مهتمة بمناهضة العنف ضد المرأة. حضرتك قدمتي بقانون اسمه لغة العصر، قانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة. ممكن تقولي لي اهم ملامح القانون ده ايه؟ بس هو قانون موحد، هو انا عايز اتكلم عن ما نحن فيه الان. الوضع المرأة المصرية في الفترة السابقة والحالية بيحتاج مننا مزيد من التركيز والقراءة الصحيحة ورفع كل أشكال التمييز ومواجهة ومناهضة كل أشكال العنف، لأنه المرأة المصرية هي الحارس للأمن القومي بتاعك بصفتها وبقوتها وبأدوارها. يعني هي لديها في طبيعة الخلق عندها قدرة على العناية، في نفس الوقت هي بدورها كأم فهي تعتبر رئيسة وزراء، وزيرة تضامن، وزيرة مالية، وزيرة تخطيط، يعني مسؤولة. وأول 5 سنين هي بتنشئ شخصية، إما أن تكون شخصية سوية قادرة على العطاء وقادرة على العمل وقادرة على الإنتاج، أو بتخلق شخصية ضعيفة. فبالتالي الاهتمام بالمرأة مش بس عشان هي نص المجتمع، أنا بعتبر أن هي أقوى أكتر من كده، وإن إحنا نرجع لدور مصر تاني أيام ما مصر كانت تقودها 6 ملكات يقودن مصر ويحكمن مصر. هو التاريخ المصري للمرأة المصرية التاريخ المصري المشرف، يعني المرأة المصرية هي اللي بتقوم، هي عماد المجتمع المصري الحقيقة. يعني لو بصينا المرأة المصرية مصر اللي هي بتشتغل موظفة وبترجع البيت بتشوف شؤون أولادها في البيت، يعني المرأة المصرية هي اقتصاد داخل الدولة، اقتصاد حقيقي. ونشوف كل الناس اللي شرفت مصر خارج مصر وداخل مصر كان ناتج المرأة المصرية، المرأة المصرية في بيتها، المرأة المصرية اللي بتكيف أوضاعها بزيرو اقتصاد. هي يعني مدبرة. في الريف لو بصينا في الريف وشفنا الحالة المعيشية في الريف والناس بتعاني ازاي في الريف، وبيطلع شباب بيشرفوا الدنيا كلها من الريف المصري ومن الحضر، هنعرف ان المرأة المصرية وقت الأزمات بتنزل تشرف بلدها ازاي قدام العالم كله. فالمرأة المصرية ما حدش يقدر يزيد عليها الحقيقة. بالضبط. بس في الوضع الحالي انت من كثرة العنف والانتهاك بيصل بالشخصية المعنفة، الجارح بيجرح، المعنف بيعنف. فهي الفكرة انه احنا عشان نوقف هذا النزيف ونعالجه من الجذور، احنا عندنا مشكلتين. عندنا مشكلة التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وعندنا مشكلة غياب الوعي عن أهمية ودور المرأة. فبالتالي احنا لازم نعالج الحاجتين دول. بس ده كلام مهم جدا يا معالي الوزير، يا معالي المائبة، بس هل سيادتك شايفاه ده ممكن يتحل بقانون؟ القوانين تشكل الثقافة، يعني عامل تشكل مهم. الثقافة. عامل مهم في التشكيل الثقافي. على فكرة البنية القانونية للقوانين المصرية فيها الفكر الأبوي في قلب القوانين. هناك تمييزات، يعني تراجع قانون العقوبات هتلاقي فيه تمييز، تراجع قانون الأحوال الشخصية هتلاقي فيه تمييز، تراجع قوانين كتير هتلاقي فيها تمييز بين الرجل والمرأة. وده اللي اخترق الشخصية المصرية في حقبة ما من الزمن. وعشان كده احنا محتاجين إلى، يعني احنا مجلس نواب دورنا ايه؟ دورنا نراجع كل التشريعات الموجودة طبقا لدستور جديد، دستور بيكفل حرية وعمل باب كبير لحرية وحقوق المرأة المصرية واستقلالية المرأة المصرية. فبالتالي انت بتراجع كل القوانين السابقة وبتعمل قوانين تهيئ الوصول الى اللي احنا بنتكلم. الله خلق الانسان ذكر وانثى، اكتمال الانسان بتكامل الذكر والانثى، وسياسة الهيمنة والسيطرة
طرف على آخر تضعف الإنسانية وتضعف من الفكر الإلهي اللي خلقه الله، خلقهما وداله من بنفخة من روحه، فبالتالي احنا لازم نستعيد الإنسانية اللي المفروض بإيه؟ بإن احنا نتكامل معه. كلام مهم جدا يا ست نائبة. التكامل يختلف خالص عن إن أنا عايزة أتساوى معاك عشان أبقى باخد حقي منك، لا، أنا بتساوى معاك عشان أنت تاخد حقك في الحياة، وعشان أنت تاخد حقك في الإنسانية، وعشان يكتمل بينا المشروع الإلهي. إحنا 100 مليون 100 مشروع إلهي على أرضك يا مصر، 100 مليون 100 مشروع إلهي، عندما نحسنه في بنائه كما قال الرئيس فكر وجسد، هنفتن المسكونة كلها، هنغير ونغير ونتغير ونرجع تاني. يعني احنا مصر دي كانت بتفتح الخزائن وبتدي شعب اليهود القمح من خزائنها، فاحنا تاريخ لا ينسى، تاريخ لا ينسى. هنقدر بس يا ست النائبة، كلام حضرتك مهم جدا ومهم للغاية كمان، لكن هنعمل ده ازاي واحنا عندنا مناهج في التعليم عايزة تتنسف اصلا؟ عندنا اجيال بتتربى على موروث ثقافي خطأ. هنربي ايه ونطلع الطفل نسيبه لحد يوصل 20 سنه ويبقى يصطدم بالقانون؟ لازم نبدا من الصفر يا سياده النائبه، اللي هي المناهج التعليميه اللي ما زلنا لحد النهارده بنعاني منها. لازم انا اربي اجيال متحضره في الفكر اللي حضرتك بتكلمي عليه. حضرتك لما يطلع متحضر في الفكر ويلاقي قانون زي ده هيحترم القانون. حضرتك القانون ده مش خاطر لما يوصل 18 سنه. القانون ده بيدي حق الام اللي بتربي طفل من اول ما الله يهبه لها. ففي نفس الوقت هو مش لوحده. احنا اللي بيشكل الانسان هو مين؟ بيشكل فكره هو مين؟ الاسره والتعليم والميديا والتلفزيون. صحيح. منظومة متكاملة. والمؤسسات الدينية اللي هي بتنمي في صحيح. القيم صحيح. والإلهية. صحيح. فبالتالي انت بتتكلم عشان اصلح من هنا وهدي من هنا. وده اللي احنا بنقوله. فهي الفكرة ان انت بتضع الدستور بتاعك بيحط السياسة عامة. وانت هنا بتحط السياسة عامة لازم تنزل على كل الوزارات. وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإعلام، المؤسسات الدينية، وزارة التضامن والأسر اللي هي بتشوف مشاكل الأسرية، كل من بيحط فكرة أو بيرسم مبدأ أو بيحط انحراف في الإنسان لابد وأن يكون متأصل لرؤية واحدة اللي هي استعادة مصر للهوية المصرية وبناء الإنسان ذو تعددية، والإنسان اللي هو ذو أخلاق، والإنسان اللي هو يعرف ربه حقيقة وليس وهما. فهي بالتالي، وأعتقد النهاردة كان في كلمات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر اللي كان منعقد بالأزهر، وكان هناك كلام من فخامة الرئيس أنه ضروري ضروري جدا الاهتمام ب من يدي العلم الديني الصحيح لأولادنا، لأنه ده بند من البنود. هنا القانون بيعالج مشكلة، بيعالج مشاكل، لكنه بيبني في الثقافة، وفي نفس الوقت حاطط إلزام على الدولة المصرية. القانون 7 أبواب، منهم الباب الحماية. الباب الحماية اللي بيتكلم فيه إنه الدولة عليها إيه في التعليم، الدولة عليها إيه في الثقافة، الدولة عليها تظهر المرأة في كل الأفلام والتمثيليات والإعلانات. أنا أرفض أنه يتم إعلان فيه انتهاك للمرأة المصرية أو لطفلة. فإحنا من هنا لابد أن تكون سياستنا واضحة، فكل حد بيشتغل يشتغل على سياسة واضحة أن إحنا هنا بنتكلم عن إنسان رجل وامرأة، إنسان متساويون أمام الله في الخلق، وكل الأديان يعني بتدعم هذا المساواة. رؤية أنه إزاي تخلقه حر ذو أخلاق متعدد الفكر، يستطيع أن يختار، يعني يعرفها صح، يتعلمها صح، ما يقدرش بقى حد يسحبه ولا في إرهاب ولا يوقعه في إدمان، ولا تبقى القوة بتاعتك أنت. إحنا 50% مننا شباب، إحنا دولة شابة، دولة شابة، لكن هم فين؟ دولة شابة هم فين؟ فهي الفكرة إن إحنا بتوظفهم يعني إزاي؟ طاقتنا وقوتنا تيجي في بناء الإنسان فكر وجسد،
والفكر يجي بالتغذية، والفكر يجي بالتربية، والفكر يجي من خلال كل ما يبث إليه، وانت لازم تحميه. احنا كدولة مسؤولين عن حماية أولادنا من أي خلل فكري، وبالتالي نسعى جاهدين من خلال القوانين. والجسد يجي من خلال تهيئة الجو والبيئة والغذاء الآمن والغذاء الصحيح. هنا نقدر نقول ان احنا بنبني فعلا، ونرجع تاني نستعيد قوتنا ومكانتنا في العالم. شوف يا سيادة النائبة، انت حضرتك بتتكلمي كلام والله انا مبسوط ان انا بسمعه من حضرتك، لكن احنا شو بتتكلمي عن الدولة، احنا كنا من امتى بنسمع عن مسلم ومسيحي؟ مين اللي غزة عندنا الافكار دي؟ ومين اللي وصلنا للي احنا فيه؟ والدولة كانت فين وهي بتتفرج على ده بيحصل؟ الدولة كانت فين؟ شفنا الرئيس السيسي وبيتكلم عن المرأة المصرية، اهو يعني رئيس الدولة اتكلم، اتغير معظم تفكير الناس احتراما لكلام رئيس الدولة. لو أجهزة الدولة بتشتغل على المنهج ده والفكر ده كانت الأمور اتغيرت عندنا. انت شايب عندك فترات طويلة من الزمن جماعات بتعبث داخل الدولة وداخل البلد، وعامل له مقر في المقطم، وعامل له مقاعد في البرلمان، وعامل له زوايا ومساجد بيلم تبرعات من الناس، وبيغذي ويربي أجيال على الفكر ده. وتيجي بعد 20 سنة، 25 30 سنة، تلاقي عندك مجتمع منهار. الدولة عامل أساسي، هي اللي بتغذي فكر الناس، وهي اللي أمينة على فكر الناس بالقانون، بالتعليم، بوسائل الإعلام، بكل شيء. إنما أنك تقول الناس هتمشي، لا، الناس مش هتمشي لوحدها، والناس مش هتتعلم ده لوحدها. لأن لو جيت عندنا من 60 وال70 ما كانش عندنا في حاجة اسمها مسيحي ومسلم. إيه اللي حصل بعد كده وإحنا جايين؟ بالظبط كده، لأنه اللي حصل إنه تركت بعض الحكومات اللي ابتدت ثابت فكر يغزو الفكر المصري. بص حضرتك، أنت مصر بقوتها ومكانتها وتاريخها وموقعها الجغرافي مهمة للكل، والكل يدرك أهميتها ويدرك قوتها، لكن في نفس الوقت هو في تخوف من قوتها. يعني أنا ولا عايزك تقع ولا عايزك توصل لمكانتك تاني، يعني خد بالك من حولك، يعني عايز مننا إيه كمصريين. حصل إنه اقتحام للفكر الوهابي على مصر، أول من يعني مصر على أرضها مهد الأديان، على أرض سيناء الثلاث أديان. هو احنا نسينا، يعني يعني هو يعني هو احنا هنا البلد اللي بيقول فعلا احنا بنقول مبارك شعب مصر، لكن الفكرة في انه اللي تم فيه غزو او الثقل اللي انت بتتكلم عليه الفترة الطويلة من التغيير سنة لغاية لما وصل بينا الحال الى ده. بس هنرجعه، صحيح هياخد مننا وقت، هو هياخد مننا وقت. صحيح الدين الاسلامي يا معالي النائبه، هو عمرو بن العاص، هو الدين الاسلامي بدا في مصر انت، مش من فتح الاسلامي مع عمرو بن العاص. عمل ايه عمرو بن العاص لما دخل عمل فتح الاسلامي في مصر؟ كان الرومان عاملين ايه في مصر؟ ورجع القواسيس كلهم من الخارج للكنائس بتاعتهم، وده صحيح الدين الاسلامي. بص يا جماعه، احنا انما احنا اللي احنا فيه واللي حصل فينا في الفترات اللي ده العوده الى ده لعب ناس ما عندهاش وطنيه بالسياسه داخل المجتمع المصري. هم دخلوا الدين بالسياسه واستغلوا يعني الدين مؤثر يعني على الشعوب كلها، مش بس على الشعب المصري. العلاقة الدينية والعلاقة بينك وبين الله شيء مؤثر، تقدر تؤثر من خلاله على الإنسان. صحيح. فهو يعني مدخل خطير جدا، نتكلم فمزجه مع الأهداف والأهداف السياسية هو اللي وصل. لكن إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في حالة صحوة. صحيح عندنا لسه حالة مشوار طويل من أن أنت تعمل إحلال وتبديل للثقافة. التجارة بالدين شيء خطير جدا. يعني لما تقعد تسمع قامات الناس بتسمعها وبتثق فيها، احنا عندنا تحديات للتحول الى دوله مدنيه يا استاذ ماهر. يعني يكلمك انا على التقشف وعلى بتاعه، تلاقيه راكب الهامر وعنده الفيلا وبتجوز 4 وعنده مش عارف ايه، وبيكلمك على التقشف ومش عارف ايه. ده استغلال للدين وتجاره بالدين وتمثيل على الناس. عايز اروح لملف تاني، حضرتك اتقدمت بقانون تعديل بعض احكام انت ندب الساده القضاء اعضاء الجهات الحكوميه.
لا ده النهارده كان قدمت قانون انا ومجموعه من النواب. انت حضرتك عارف ان احنا بيكون لينا زي 60 نائب تقريبا او اكثر. بس ده مهم جدا لان احنا عندنا ميزانيه كبيره في الجانب ده مهدره. هذا حق، وفي نفس الوقت هو حق. بص، النائب الذي لا يضع القانون والدستور امامه في كل لحظه من فترات نيابه يحتاج الى المساءله. يعني لابد وان يخرج الشعب عليه يساله النائب، لانه النائب منوط به كما حلف بالحمايه الحفاظ على القانون والدستور. تمام. فاحنا عندنا ماده دستوريه بتتكلم عن انه ندب القضاء ينتهي، يعني مده 5 سنوات، وينتهي ندب القضاء ده بعد 5 سنوات. فاحنا في 17 يناير 2019 نهايه الفتره لندب القضاء. فكان من الواجب علي ان اتقدم بهذا القانون لإلغاء بعض احكام ندب الساده القضاء الجهات القضائيه والهيئات القضائيه. ده اهميته يا سياده النائب؟ ده اهميته، اولا حضرتك بتطبق الدستور، تاني حاجه بتعيد للقضاء هيبته ومكانته بعوده اهل القضاء الى المنصات القضائيه والى الاحكام. احنا عندنا احكام كثيره في المحاكم، وبالتالي بتعيدهم الى مكانهم اللي لازم يكونوا متواجدين فيه. بيقلل بعض من التكلفه الماليه، يعني غير النص الدستوري، احنا في هناك من يقوم بادوارهم في كل الجهات اللي بينتدبوا اليها، وبالتالي هنا عندنا عبء مالي. ممكن مرتبه يعين 100 شاب، يعني هو طبعا، يعني بلاش نقول يعين 100 شاب، خلينا نقول ان احنا عندنا بعض من فئه من المستشارين الموجودين في اماكن كثيره، بتقليل العدد وعودتهم الى يعني مكانتهم ومكانهم تقدر تفتح المدارس اللي حضرتك عايز، الفصول الدراسيه اللي احنا بنتكلم عنها في التعليم. احنا في داخلين في تطوير للتعليم، حضرتك بتتكلم عن اهميه التعليم، واحنا كلنا بنتكلم عن اهميه التعليم، هي دي البدايه، واحنا بنتكلم عن اهميه ان احنا نستفيد بقدر الامكان من موارد نقدر نصرف فيها على البنيه التحتيه الخاصه بالتعليم. صح، ان هي دي البدايه. لو هتبني النهارده وتعمل انشاءات وتعمل دوله عظيمه وعندك اجيال طالعه مش قادره تحافظ على الكلام ده ولا شايفه التنميه بالشكل ده، هتبوظ لك كل اللي انت بتعمله. بالظبط، عشان كده هو القانون ده احنا ومجموعه من النواب، حوالي اعتقد احنا 63 نائب اتقدمنا بيه، وبنقول انه ده نص دستوري بيحقق بيعمل تطبيق للنص الدستوري، بيمنع وقوعنا في فترة مثلا في 17 يناير نكون بنخترق الدستور، يعني نكون بنبعد عن كده، بنقوي المحاكم والدوائر والبتاع ده، بالقضاء يعودوا إلى مكانتهم وإلى مكانهم في أدوارهم، بيقلل من العبء المالي على الموازنة للدولة المصرية، امور كتير قوي من هنا، واهمها هي الحفاظ على الدستور طيب وحمايه الدستور. سيادتك حضرتك قدمت طلب احاطه لاعلان دفعه جديده لوزاره العدل. الاعلان كان بينص صراحه ان يعني النساء مش سيدات مصر مش واضحه في الاعلان، يعني ايه الموضوع ده؟ كلميني عليه باستفاضه. هو كان في اعلان نزل بتعيين المندوب المساعد في مجلس الدوله، والاعلان كان يبدو غير واضح انه بيتارجت او بيستهدف الرجل والمراه. ودوت راجع لمتابعتي، لاني انا سبق وان تقدمت بقانون المراه قاضيه طبقا للماده الدستوريه برضو، يعني عندنا ماده دستوريه واضحه باهميه تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية في مجلس الدولة والنيابة. احنا مش موجودين، لكن هنا بيبقى ده التمييز برضو اللي بنتكلم عنه، التمييز ضد المرأة. فبالتالي تقدمت بهذا القانون من الدورة الثالثة اللي فاتت، وحول إلى اللجان ولكنه لم يناقش بعد. فلم ألفت نظري أنه في مجلس الدولة طلبت إعلان عن تعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي
لكن ما كانش واضح قوي، فبعت اعتقد سؤال مش طلب احاطه بانه رجاء الافاده، هذا الاعلان موجه للمراه والرجل ام فقط للذكور؟ لانه هنا يبقى هذا الاعلان ايضا غير دستوري. انت سيادتك يعني مركزه قوي مع المراه المصريه، وانا بحييكي على ده الحقيقه. انا عايز ارجع لطلب احاطه مهم جدا اتقدمت بيه لوزير التنميه المحليه والسياحه والاثار لتطوير منطقه الازهر والشكل العمراني ليها. احنا مجموعه نواب، انا والدكتوره بسنت والنائب محمد بدراوي والنائب عمرو الجوهري، عنا كنا بنقعد احنا كمجموعه نواب من اللجنه الاقتصاديه دايما نفكر في ازاي نوفر السياسات البديله او الموارد البديله للدوله المصريه. طبعا فكره السياحه والمنطقه الاثريه زي منطقه الازهر كانت من اخذت مننا وقت في الزيارات وفي النزول الى المنطقه وفي مواجهه ما يحدث فيها من عشوائيه اهدار القيمه التاريخيه كمان وفوضى و بيوت يعني محلات وبيوت اثريه بتقع بدون ترميم، واجهه غير مؤهله، قمامه في كل مكان، صعوبه في السير، حتى انه لو احنا هندعو سياح دي منطقه اثريه. الازهر منطقه اثريه لابد ان نعتني بها ونعملها مكان سياحي بيستقبل السياح، بيتيح لهم التحرك، بيسهل عليهم التواجد، بيكون بيتكلم عن اهميه ان احنا نبرز اهم ما نمتلك. يعني احنا المورد بتاعنا الاساسي اللي بيخش الموازنه يعني ويجب ان نسعى اليه جديدا، اللي هي عوده السياحه لمصر. طبعا عوده السياحه، واحنا نمتلك ما لا يمتلكه احد في العالم. كم الاثار اللي موجوده عندك مش موجوده، حيث بتتمتع بالحضاره الفرعونيه والحضاره الرومانيه والحضاره القبطيه والحضاره الاسلاميه، اين هم من وزاره الاثار ووزاره السياحه؟ اين هم من الحفاظ على الاثار المصريه؟ اين هم من تشجيع السياح للوصول؟ كل ده يدخل لنا موارد يخلينا اثناء الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنقوم بيه عندنا موارد بتسد يعني بتدي سيوله للحكومه وللدوله المصريه في الصرف على الخدمات اللي احنا عم بنحسنها، سواء خدمه تعليم وخدمه صحه. والله يا ست نبي انت يعني بصراحه بتفتحي ملفات مهمه وهتخلينا نتكلم يعني، وكلامنا احيانا ما يعجبش الناس يعني. وانا لما يعني اتكلم واتعامل في ملف السياحه بطريقه تقليديه، لازم يبقى عندي شركات تقدر تواجه الشركات العالميه اللي بتجيب لك ناس من جميع انحاء العالم. انت فين من ده؟ لما سياحتك في شرم الشيخ تنضرب عشان طياره مثلا وقعت او كذا، ما عندناش ملفات مهمه بالشكل ده تشتغل بيها بين وتعمل مزج ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فين عندنا القطاع الحكومي والقطاع الخاص من هذه الملفات؟ فين حضرتك اللي بتتكلمي عليه مسار العائله المقدسه اللي بقالنا كتير بنتكلم عليه؟ ليه ما بيدخلش ضمن خطه لتطوير السياحه في مصر في شرم الشيخ؟ ليه علاقتنا قايمه بالسياحه في مصر على علاقه دوله مثلا؟ يعني بروسيا مثلا، العلاقه مع روسيا انضربت، السياحه كلها تنضرب في شرم الشيخ. ما عندناش خطط محطوطه بنشتغل عليها بشكل علمي عالمي. بس احنا عندنا سياحات وليس سياحه واحده، عندنا سياحه الشواطئ، عندنا سياحه الاثار، عندنا سياحه المؤتمرات، عندنا عندنا سياحه علاجيه، عندنا تنوع انا بقول لحضرتك حقيقي مش موجود. حاجات صغيره قد كده الناس بتعمل عليها ثروات من دخول من سياح. ال 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 الفكره هنا والسياسه هنا لابد وان تتحرك بكل قوتها لتنشيط السياحه خارج الدوله المصريه. وهنا بنتكلم عن انه انت حضرتك احنا بنقول ايه؟ احنا في عندنا اصلاح اقتصادي، انا هقوله عليه اصلاح اقتصادي شرس لكنه مهم. اوكي؟ وحاليا احنا بنقولنا تعويم الجنيه وابتدينا نشتغل على انه الغاء الدعم، كل اصلاح ما فسده حكومات سابقه قد كده، وماشيين على وتيره سريعه جدا لانه احنا في 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 وقت رئيس الدوله المصريه يعني
بيرجع من السفر الساعه 5 الصبح ينزل يفتح مصنع، يعني صحيح. يعني يقدر قيمه الوقت ويقدر قيمه سرعه الانجاز. فين المسؤولين؟ فبالتالي انت هنا تقدر تدخل موارد ماليه تساعد معاك بسرعه جدا، غير بقى فكره ان احنا زي ما احنا شغالين دلوقتي على قطاع زراعي وقطاع صناعي، لكن القطاع السياحي ده من اهم القطاعات السريعه اللي احنا بابا الفاتيكان اعلن. بابا الفاتيكان اعلن حج للكاثوليك. شوف انت بتكلم مين؟ بتكلم كاثوليك العالم كلهم وكلهم. على فكره، على فكره انا بكلم حضرتك دلوقتي، ابتدت الزيارات السياحيه لمسار العائله المقدسه فعلا ابتدوا، وهنبقى في موضع مسؤوليه عندما يحصل لاي حد من السياح اي مشكله بسبب عدم وجود التامين. مش التامين بس، التامين احنا في التامين موجودين، لكن ان البنيه التحتيه، انه تسهيل الطرق، ان وجود الاناره، ان وجود الميه. احنا بنتكلم في البحيره دلوقتي في دور مواس، احنا فين يا جماعه؟ انت عندك، انا عشان كده حطيت انتم الخطه العامه لهذا المشروع القومي اين هي؟ الجزء اللي قالت الحكومه هتشتغل على وزاره السياحه هتشتغل على 5 نقط للبدايه، انها تحط شكل موحد لكل التنميه في كل منطقه، يبقى شكل ثابت وموحد. انا بعمل هنا بنيه تحتيه، بعمل هنا بسهل الطرق، بعمل مزار، بعمل اماكن للاستضافه، كافيهات، بعمل مكان للعلاج او لاي حد، يعني حاجه اتعرض لها اي حد من السياح يكون موجود. فكل لازم تبقى فكرتهم ازاي بتنمي المكان ده سياحيا وتبتدي تشتغل عليه وتطلقه زي ما حضرتك قلت. صحيح. المجتمع المدني والقطاع الخاص مستعد انه يخش معاك. استاذنك ناخد احمد من الاسماعيليه ونشوف رايه ايه في كلام حضرتك. استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ اهلا استاذ احمد، اتفضل. بمسي على سياده النائبه. الله يخليك، مساء الخير. واتمنى كل نواب الشعب والوزراء يكونوا انسات كلهم. اتفضل يا استاذ احمد. تمام، الله يكرمك. كده هيبقى في تمييز. معلش معلش، وصرف النظر على الديانات، مسلم ومسيحي، احنا كلنا في ايد واحده. صح. دي اول كلمه. صح. ثاني حاجه، احنا انضرينا من النظام اللي هو الاخواني ونظام الارهابي كله. يا سياده النائبه، انا عندي مشكله وعرضتها على الدكتوره بسان في نفس البرنامج. انا عامل مشروع، والمشروع ده وانا شغال فيه دخلوا عليا 3 منقبين. يا سياده النائبه معاك، انا بكتبه صدقني. دخلوا عليا 3 منقبين، 3 منقبين عارفين وضعي ماشي رايح جاي، الله يعلم، بس هو مرتبينه فاثناء ما انا كنت ببيع مواشي تحتي، وخدوا مني مبلغ، وفي الساعه دي الساعه 3 الفجر بعد ما هم ماشيين بقيت افكر ان انا اضربهم، ما لحقتش، لكن خدروني. فالكلام ده احنا دلوقتي، انا تعرضت دلوقتي لاجراء قانوني في البنك. البنك لما انا راجل على قد ظروفي ولملمت وعايز اعمل مشروع واكبر واكبر. يعني انت يا استاذ احمد بتتكلم ان حصلت لك مشكله في القرض اللي انت واخده نتيجه حادث معين يعني حصل معاك. ايوه. طيب خليك معايا يا استاذ احمد وهتسمع رد سياده النائبه ان شاء الله. لا استنى يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ. اتفضل اتفضل. يا دكتوره، اتفضل. انا لو تعرضت للموت وانا واولادي كنا هنبقى زي اللي ماتوا ومش عارفين لهم مين موتهم. ادي اول حاجه. الحاجة الثانية، أنا دلوقتي مش قاعد في بيتي ومتهرب من بيتي، طب ليه الكلام ده كله؟ طيب خليك معايا يا أستاذ أحمد بقى، أنت هتسمع رد سيادة النائبة، خلاص فكرتك وصلت ومشكلتك وصلت. اتفضل اتفضل. اتفضل يا سيادة النائبة. أستاذ أحمد، أنت دلوقتي كنت آخد قرض من البنك، وأنت يعتبر تعثرت بسبب السطو اللي تم من قبل المنقبات، صح؟ هو خلاص التليفون فصل، هو خد كارد من البنك، فبالتالي هو تعصب في سداد. انا افضل ان هو يبعت لنا يبعت لي طلب بالتفاوض مع البنك في انه مهله السداد، او في ازاي نوصل، في نفس الوقت متابعه المحضر بتاعه والقضيه بتاعته، لانه ده حصل المفروض نوصل لمين دول، لان هم عملوا معاه، هيعملوا مع غيره وغيره وغيره، فلا بد وان
الامن ياخد مجرى. تمام، تواصل مع الكنترول يا استاذ احمد وسيب لهم الارقام، وست النائبه هتتواصل مع رئيس البنك وان شاء الله يكون لك حل في المشكله دي باذن الله. ست النائبه حضرتك تقدمتي بطلب، اتقدم طلب من النواب رئيس اللجنه الاقتصاديه لمناقشه الامن الغذائي، ايه ملامح الموضوع ده؟ بص، الموضوع ده موضوع مهم. الامن، احنا بنتكلم عن اصلاح كلي للاقتصاد، والاصلاح الجزئي بيخش في قطاعات مهمه، واهم قطاع هو قطاع الزراعه. قطاع الزراعه في مصر اللي مر ب عقوبات كتير قوي، يعني احنا الرقعه الزراعيه بتاعتنا بتتضاءل يعني مع زياده عدد السكان. كلمه امن غذائي يعني ان يكون صحيا وامنا ومتوفرا في كل الاوقات حتى وقت الندره. فانت عشان يبقى عندك امن غذائي، ده بالظبط زي ما انت بتقوم بالتسليح، لابد ان يكون ده الدراع التاني ليك. فاحنا هنا عشان نكون قادرين على امداد المواطنين بالغذاء بمتوافر وباسعار مناسبه بيساعدهم على ان يعيشوا حياه صحيه ونشطه، لانه الفكره عندنا انه حصل تغيير في ثقافه الاكل والشرب بتاعتنا كمصريين. فانت مش بس التغيير في ثقافه المسيحي ومسلم، يعني خد بالك انت في الكالتشر حاجات كتير اتلخبطت، لعبت في حاجات كتير قوي. فاحنا يعني انا كنت عامله مبادره وقدمتها من اول ما دخلت المجلس، اللي هي التغذيه بوابه التنميه. انت عشان تخش في التنميه، بوابه التنميه، التغذيه بوابه التنميه، انك لما التغذي مظبوط. وعندنا مشكله هنقع فيها ويا ريت تاخدها في وقت تاني، اللي هي مشكله، سوري قطع كلامك، اللي هي مشكله التقزم. تمام، طب ايه رأي حضرتك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل الموضوع ده مع حضرتك؟ معاك. سيادة النائبة، كنا بنتكلم مع حضرتك عن أهمية الأمن الغذائي. طبعا احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وكنا بنتكلم انه الأمن الغذائي انك توفر أمن صحي وأمن وآمن، يعني موثوق فيه ومتوفر واسعار مناسبه للجميع، وانه يصل لكل المواطنين في كل الوقت. عشان كده اسمه الامن الغذائي، يختلف عن فكره الاكتفاء الذاتي، ده حاجه تانية. الامن الغذائي ان انت بتامن مواطنيك بنوع الغذاء وبالامانه بتاعته، ان يكون صحي فعلا ليهم، وبانه يكون متوفر، يكون سهل الحصول عليه، ويكون اسعار مناسبه. اللي عاجبني النهارده وانا بتكلم معاكم هنا في القناه مصر الزراعيه، ان انتوا بتتكلموا عن الامن الغذائي من قلب الزراعه، يعني انتوا معقل هذا الموضوع. فالموضوع مهم جدا كقناه بتتقدم لمصر في موضوع حيوي، ورؤيه استراتيجيه واضحه جدا للدوله المصريه، هي العوده الى الزراعه، العوده الى الفلاح المصري. ازاي ترجع يبقى عندنا مدرسة الفلاح، مدرسة، لانه هنا العالم كله بيعاني من الامن الغذائي، العالم كله. مصر ارضها الخصبة، وطبعا احنا كان عندنا امكانيات رهيبة في الزراعة، وتعود مصر من خلال القناة بتاعتك الى وضعها في الزراعة وفي الامن الغذائي. لو نتكلم عن الاكتفاء الغذائي، هو مؤشر بيشير الى انه الانتاج القومي اللي بتحققه بيكون يؤدي الى احتياجات المجتمع. للاسف احنا في الوضع الحالي عندنا احتياج رهيب للاكتفاء الذاتي، خصوصا ان احنا بنستورد من السلع الاستراتيجيه اكتر ما ننتج، وبالتالي عايزين نحط سياسه ثانيه تستعيد مصر وتعود بنا الى الانتاج المحلي للشعب المحلي، قبل ان نتكلم على ان نكون مصدرين، وده جانب مهم مش هنقدر ننساه. فاحنا حصل عندنا هجره من الريف للمدن، وده
يعني غاب منها وجود الفلاح والاهتمام بالريف، وعشان كده احنا بنعود تاني الى الريف المصري الجديد. ضعف الانتاجيه، ما فيش انتاجيه، الانتاجيه بسبب بقى طبعا ممكن ارتفاع اسعار السماد، المبيدات الحشريه، عدم استخدام الاليات الحديثه في الزراعه وفي الري، عدم الاهتمام بالفلاح، عدم وعي الفلاح عن ازاي يكون فعلا يعلي من انتاجيه قطعه الارض، تزيد انتاجيتها اهم من ان تزيد مساحتها، يزيد الانتاجيه نفسها ويقلل من استخدام المياه بالقدر الكافي، لان احنا عندنا امن مائي برضه. يعني احنا عندنا بنتكلم عن حاجتين مهمين جدا ممكن يكونوا يبانوا ان هم صعبين مع بعض. عشان كده الرئيس خرج الى توسيع الرقعة الزراعية في الصحراء في الفكرة، بس ده ممكن يكون هيقابل في مشكلته في المياه وفي المياه الجوفية وفي نوعية الزراعة. احنا محتاجين نركز على السلع الاستراتيجية بحيث ان مصر تكون كافية لشعبها في الغذاء، وده ده 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 النقطة المهمة. عشان كده القطاع الزراعي كله محتاج انه يمشي وفق أسس علمية وتعتمد على انها استخدام الامثل للموارد، الموارد سواء الموارد المائية، الموارد سواء رقعة الارض الزراعية، الموارد بما فيها الانسان المصري الفلاح المصري، ده من اهم الموارد اللي لازم نبتدي ندعم الفلاح مش نحارب الفلاح. يعني كفانا بقى محاربة مع الفلاحين، وكفانا ان احنا يعني يعني حتى اولادهم بيتركوا العمل. يعني الفكره انه لا، العالم كله يئن في الامن الغذائي، واحنا نمتلك الكثير بس عايز الاستخدام كويس. فمن هنا شفنا احنا مجموعه نواب ان الموضوع ده لابد وان يوضع في قلب اللجنه الاقتصاديه حتى نخرج بسياسات واضحه، باستراتيجيه واضحه من ازاي نكون بنزيد الانتاجيه ونقلل من الاهدار الماء، ونحاول يعني ان احنا نستفيد. يعني كنت لسه عامله بالمناسبه طلب احاطه موجهه بخصوص هنعمل ايه، او سؤال يعني احنا مصر بتستعد ازاي في السيول القادمه. هل يعني في قيل عننا ان احنا بين السيول والامطار اللي بتضيع مننا بدون ما نستفيد بيها وناخدها تساوي ما نحصل عليه من حصة من النيل، تخيل. فانت دلوقتي احنا يعني بس سيستم واحد ان انت تحط ازاي تستفيد مما النعمة اللي بيديها لك الله من خلال الأمطار والسيول، انك تكون مستعد انك تستقبلها وتخزنها. ازاي نستفيد من فيضان البحار، ازاي نستفيد من تغيير المناخ، ان احنا ازاي نخش على زراعة، ازاي نستفيد من استخدام مياه الصرف الزراعي بزراعة أماكن في غابات. يعني هي فكرة ندرة المياه، وأعتقد أنتم قادرين أن أنتم تفتحوا الملف ده من خلال القناة دي. أنا أول مرة أجي، بس أنا سعيدة بهذا اللقاء وسعيدة بالقناة وسعيدة بفكرة ورؤية القناة في وقت مصر تحتاج فيه الى هذه النهضه الزراعيه. تشرفتينا معالي النائب. هنروح لطلب احاطه حضرتك اتقدمت بيه بشان الكباري المتهالكه وتجديدها واهميه تطوير هذه الكباري. احنا كل يوم والتاني بتجيلنا خبر ونسمعه كلنا ونتاسف ونبكي على جثث من الشباب ومن العائلات اللي بتقع من فوق الكوبري، سواء بانه المنحنيات الكباري تحتاج الى اعاده، او من ان السور ضعيف. فاحنا عملنا تطور غير عادي في الطرق في الاربع سنين خمس سنين، وفي شبكه طرق عالميه، وعملنا كباري قويه جدا، وعملنا نيو تيرنز قويه جدا. كل ده بنعمله ليه؟ علشان نسهل الطرق وعشان نقلل من الحوادث. فإن احنا نسيب القائم كما هو عليه، الآن بنموت شبابنا، بنموت ولادنا، بنموت أطفالنا، أعتقد أنه كفى. فلابد من وقفة تجاه جميع هذه الكباري معروفة بالاسم، فيقدروا يوصلوا لها
يعملوا تاني إعادة لتهيئة الكباري من جهة السور ومن جهة المنحنيات الخطرة، وأن نقلل من الحوادث، لأنه عيب قوي إن إحنا نكون يعني لا نقدر، زي ما كنت بقول لك إحنا عندنا 100 مليون مشروع إلهي، فلا نقدر حياة الإنسان. ده أظن من أول حاجة تحطها الحكومة، إن حياتك مهمة وأمانتك في الطريق أهم. إحنا لو بنتكلم على كرامة المصريين بالخارج يبقى أولى كرامة المصريين وحياة المصريين بالداخل. سيادة النائبة المحترمة نادية هنري عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا. ميرسي، أنا كمان بشكركم للقاء الهايل ده. أهلا بيك. أعزائي المشاهدين، لكم مني أطيب المنى. ماهر الفضلي.